اليوم الثالث من أيام المرحلة الأولى من برنامج أحلى صوت غنيها، عجت قاعات نادي جبل النار بمدينة نابلس بعشرات الشباب، وبحماس مشحون بالأمل كان الاستعداد لعرض مواهبهم أمام لجنة التحكيم. تميزت المستويات، البعض خلق ليغني والبعض الآخر يبدو أنه بعيداً كل البعد عن الفن والغناء. انت عمري. وليش تأثر تنورة؟ ليش تأثر تنورة؟ تلحق عيون الشباب وهي بحالها مغرورة، وهي بحالها مغرورة. استراحة لبعض الوقت بينما يشتد الاستعداد في قاعة الانتظار والتخوف من الفشل، تدريب وتدريب وتدريب حتى آخر لحظة. ردات الفعل أيضاً اختلفت، فالبعض دخل قاعة لجنة التحكيم متخوفاً وخرج منها بحماس وإصرار على التميز والتقدم في المراحل المقبلة، والبعض الآخر خرج بخيبة أمل. حكولي بدك توزن الأغنية أول شيء، بعدين يعني أعطيتهم الأغنية وحكوا متأسفين يعني إنه شارف شعور جداً حلو. إن شاء الله رب يعني كل واحد وقف معي إنه أنا أرد له شيء بسيط من جميل اللي وقف. ويبقى برنامج أحلى صوت غنيها فرصة مميزة تلقفها الشباب الفلسطيني واجدين فيها نافذة لإيصال مواهبهم بالغناء للعالم. من بيت لحم مروراً بالقدس ورام الله، انتهت في هذا الزقاق بمدينة نابلس المرحلة الأولى من برنامج أحلى صوت غنيها. نبال فرسخ، تلفزيون القدس.